السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معي أخواتي، ومرحبا بواحد الختام جديدة. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير وبالصحة وبالسلامة إن شاء الله الرحمن الرحيم. أخواتي، الفيديو اللي غنهضر فيه اليوم غادي نهضر على أوراق سيدنا موسى، أوراق الرند. هما هادو أوراق الرند، يعني هنا مكاينش اللي مكيعرفهم شي. هنا غادي نهضر اليوم على اوراق سيدنا موسى. شحال المهم في هذا الوقت، هذا كتلقاي كلشي معصب، كلشي معصب، الكبير معصب، الصغير معصب، كلشي كتلقاه معصب، كل كلشي كتلقاه معصب. غير في الدار ديالك الا جيتي تهضري مع اولادك كيتعصبوا عليك، واخا يكون الدري باقي غير كيرضع تيتعصب. ربما تكوني كتكوني معصبه وكترضعي ديك العصبيه ديالو، حتى هو كيخرج معصب. الا جيتي تبغي تهضري معاه اما كيبقى هذا، اما تيبقى يبكي، اما كيدير شي حركات اللي ديال الاعصاب. المهم اخواتي، هاد الزمان غير ديال الاعصاب، ما كاينش اللي ما كتلقايش معصب. وديما هادي نديرها لكم في بالكم، واخا تكونوا خارجين، واخا تكونوا مسافرين، واخا بحال هكايا، يعني ما تهضروش مع واحد الانسان او انسانه بواحد الطريقه خايبه، راه يكون معصب ويقدر يدور فيكم واحد الدوره خايبه. هذه بعدا كانت الاعصاب، راه اش غنقول لكم، راه ما شاء الله، يعني راه ولا كلشي معصب، كلشي ولا معصب. المهم اخواتي، راه فين ما مشيتي حضري راسك، هضري وعرفي كيفاش ديري تهضري. هضري بالهدوء وهضري بالصواب، راه الا مشيتي حتى كثرتي الهضره بزاف راه ما تعرفيش هذاك اللي معاك كيفاش غادي يدور فيك، كيفاش شنو غادي يكون منه. راه ولا كلشي معصب، كلشي. اللي كيسوق الطاكسي معصب، اللي كيسوق الكار معصب، الكرسي معصب، اللي كيبيع الخضره معصب، اللي مشيتي تشري منه شي حاجه كتلقاه معصب. انت كيخصك تليني معاه وكيخصك تديري معاه الصواب باش يعطيك ديك الحاجه، اولا ديك الحاجه تقضيها وترجعي بحالاتك. فين ما مشيتي كتلقاي كلشي معصب، الا جيتي تهضري كلمه كيعاودها لك بعشره ديال الكلمات، وتيبغي ما عرفاش شنو غادي يدير لك. هاد الزمان كله غير ديال العصاب، والله العظيم الا كله غير ديال العصاب. الا خرجتي تقضي الحاجه خرجي قضيها بهدوء ورجعي بحالاتك، يعني راه ولا كلشي معصب. حتى عندنا في الدار انا كنكون معصبه، كنوض نقضي الحوايج ديالي وانا معصبه، كنوض ندير شي حاجه وانا معصبه، كنهضر مع ولادي كنهضر معاهم بالعصبيه، تيجي الراجل كنهضر معاه بالعصبيه، هو عاوتاني كيجي من 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 كيجي من 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 الزنقه، تيجي حتى هو معصب، ما عرفوش لقى شي خدمه ولا ما لقاها شي، ما نعرفوش شكون اللي لقى شكون اللي ما لقاش شي، تيجي حتى هو معصب، واش من الخدمه، واش من الدنيا تقلبت، واش من شي حاجه، تيجي حتى هو معصب، هو معصب وانا معصبه. اذا يعني في الدار كيبقى عندنا واحد المشكله، انت غوت وانا نغوت والدراري غوتو كلشي كيغوتو، وها هي خلاص قربانه نط في الدار، ها هي خلاص راها اش غنقول لكم، راها الدلاله نط عندنا في الدار، كل واحد ملي كيغوت. المهم اخواتي، يعني شنو هي الطريقه انا باش اللي غادي نديرها في الدار ان شاء الله، باش نولي انا مهدنه، يولي وليداتي مهدنين، ولي الراجل مهد ديالي مهدن، وهي باوراق سيدنا موسى. اوراق سيدنا موسى، وشكون اللي ما عارفش اوراق سيدنا موسى، وشكون اللي ما دايرهمش عندها في الدار اوراق سيدنا موسى. اوراق سيدنا موسى انا كنعرف مني كنت باقا صغيره، وكنت يعني في دارنا في مكناس كنشوف موالين الدار ما كتقطعوش اوراق سيدنا موسى، وحتى الناس ديال فاس ما كتقطعوش اوراق سيدنا موسى، وحتى الناس ديال مراكش ما كتقطعوش اوراق سيدنا موسى. يعني كاع دوك البلدان العريقه يعني القديمه وداك الشيء، يعني ما كتقطعوش اوراق سيدنا موسى. هي راه في الحقيقه راه هي من المواد الغذائيه، هي عشبه من الاعشاب، المواد الغذائيه هي كنستعملوها بزاف ديال الحاجات. هاد اوراق الرند بزاف ديال الحاجات اللي كنستعملوهم فيهم اوراق سيدنا موسى، كنستعملوه بزاف ديال الحاجات. اولا انا منين نكون انا في الدار معصبه وما يعني ما طايقه حتى شي واحد، وما طايقاش حتى راسي، ما طايقه شيء، صافي انا مهد معصبه، شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ واحد ثلاثه ديال الاوراق ديال سيدنا موسى، صافي غادي نشعل المبيخره بحال هكايا، مبيخره تكون عندي غير صغيره بحال هكايا، مبيخره بحال هكايا، وندير فيها داك سميتو داك راكين داك الفحم، يعني هذاك ساهل ماهل، غتمشيو عند العشاب وغادي تقول لهم عطيني داك الفحم ديال الشيشه، الفحم ديال الشيشه غيعطيه لكم، غتبقاو غتحلوها غتبقاو تجبدوا غير وحيده، شعلوا فيها العافيه وحطوها، هي راه كتشعل راسها،
راسها يعني بلا ما دير الفاخر بلا ما كاين اللي ما كتبغيش توسخ يديها، كاين اللي كيعدي تعكز كاين هذا، غير هذاك جيبيه بكيه تعطيك فيها بزاف. ناخذ وحده نشعلها ونحطها عندي في البخره صافي، وناخذ واخا غير ورقه كاع 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 الا ما عندك شي، واخا غير ورقه غير ورقه كنشعل بحال هكا، كنحطها في هذا الفحم هنايا وكنبدا نستنشق داك الهواء ديالها، داك الدخان ديالها كنبقى نستنشقو. هنا كان عندي بزاف ندير ثلاثه، الا كان عندي بزاف ندير ثلاثه. هنا ملي كتبغي ديري هاد اوراق الرند كتبغي تبخري بها، كيخصك تسدي عليك الشراجم ما تخليهمش محلولين. دابا حنا كنقول لكم، انا كنقول لكم مثلا الا بغيتو بحال دابا ديروا تفوسيقه حلوا الشراجم باش تخرج الطاقه السلبيه، حلوا لكم الشراجم وخرجوا باش تخرج ديك الطاقه السلبيه وخرج كاع داكشي اللي ما مزيانش كله يخرج عندكم في الدار. ولكن هذه اوراق الرند ملي تبغيها صافي سدي عليك الشراجم، سديهم كاملين وتلقيها واستنشقي الهواء داك الدخان ديالها، يستنشقوه وليداتك، يستنشقوه حتى الراجل. هنا الا ما كانش يعني الا ما كانش الراجل يبغي لك داك 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 يعني داك بحال دابا مثلا كيبغي لك هذاك الدخان يكون عندك في الدار، داك البخور يكون عندك في الدار، ممكن ديريه حتى في الماء ماشي مشكل، بحال بحال ممكن ديريه حتى في الماء وتخلي داك الماء يطبخ وداك البخار كيبقى يتشد لك في الدار ديال كامله. هنا كتحسي بانك وليتي كترتاحي، بقات فيك العصبيه وليتي كترتاحي تقريبا تقريبا. دابا انا معيش كنديرها، كنديرها في الليل بالخصوص بحال دابا مثلا ولدي انا دابا راه مشدود وانا ما عارفاش الحكم ديالو، وانا ما عارفاش الحكم ديالو، وهضره جدات هضره الجلسه راه قربات. نتمنىكم اخواتي تدعيو معاه بالفرج ان شاء الله يطلق سراحو. ودابا كاين اللي كتقول لك راه مظلوم، كاين اللي كتقول لك لا راه ما مظلوم شيء. الحاجه الوحيده اللي غديو معاها اللي غدعيو معاه قولوا الله ياخذ الحق، هادشي اللي غتقولوا الله ياخذ الحق باش تعرفوا بان ولدي راه مظلوم راه ماشي ظالم، قولوا الله ياخذ الحق صافي في الظالم اولا في المظلوم صافي. هادشي اللي كاين هذا هو اللي غتقول لي اخواتي. دابا انا كنخليها حتى الليل ملي كنبغي نعس كندخلها البيت النعاس، كندير واحد ثلاثه كنشعلهم وكنديرهم في داك في هذه المبخره هذه، فهاد المبخره هذه كنحط هنايا ثلاثه ديال اوراق الرند صافي، وكنخلي داك تنسد الباب وكنخلي داك البوخ داك الدخان في البيت ديالي ديال النعاس، في البيت ديالي ديال النعاس صافي. انا كنبقى نستنشقو صافي، ديك الساعه انا غادي نعس كنستنشقو وكيجيني النعاس وما كيبقى عندي لا هم ولا مشاكل ولا حتى شي حاجه صافي، كنستسلم وكننعس. هنا هادو اوراق سيدنا موسى راه ما غادي يخلي لك لا 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 يعني ستريس، ما غايخلي لك لا لا قلق، ما غايخلي لك لا توتر، ما غايخلي لك العصبيه ولا حتى شي حاجه، راه لا بالنسبه لك ولا بالنسبه حتى للوليدات. بالنهار ديري حتى للوليدات ماشي مشكل، الوقت اللي بغيتي تبخري بها غير انا كنخليها حتى الليل باش كيديني النعاس. لا حقاش دابا راه ما كيجينيش انا النعاس، نقدر نعس ديك الغميضه الاولى ومن بعد كنبقى فايقه هكا حتى كيوصل الفجر، كنوض نصلي وكنجلس نسبح حتى فيها النهار طلع ليا صافي. كندير هكايا، هذا هو اوراق الران باش 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 يعني باش باش هما مزيانين، خصهم ديما يكونوا عندنا في الدار. واللي كان عندها مثلا مرض السكر، اللي كان عندها مرض السكر اشنو غدير لهاد اوراق الرند؟ بقاي تبخيهم وصفيهم وحتى هو راه بحالو بحال الزعتر، بحالو بحال بحال المرمريه، بحالو بحال بزاف ديال الحوايج اللي حنا كنشربوها. حتى اوراق الرند حتى هي بحال هكاك، اللي عنده مرض السكر شنو غادي يدير؟ غادي بحال دابا مثلا هادو دابا هما راهم كارمين، بحال دابا هادي راه كارمه، ها هنايا كارمه، غادي نطحنها 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 حتى كتولي ليا بحال 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 الطحين، نطحنها كامله حتى تتولي بحال الطحين. ناخذ معلقه ونسفها نشربها، عرفتي من كتصلح اللي عنده مرض الكلاوي واللي عنده مرض الكلاوي، اقسم بالله هاد اوراق الرند كتنشط الكلاوي، تبقاوش مراضين، اوراق الرند كتنشط الكلاوي. هنا ممكن تشربيها حتى تشربيها حتى في الماء مزيانه، ولكن الا طحنتيها ورديتيها بودره وهزيتيها بحال دابا مثلا درتي البلبوله الشعير لوحيها فيها وشربيها، الا عندك الكلاوي راه تيهمدو الكلاوي، اقسم بالله كيهمدو الكلاوي، المهم كتخليش لك الكلاوي مرضين ابدا. بالنسبه ليا فيها السكر عاوتاني حتى هكاياك. وبالنسبه للي عندها طفيليات واللي عندها الجراثيم في سميتو في المصرى الكبير ديال هذاك الشيء حتى
تبخي وشربي، راه ما غتخلي لك حتى شي حاجه لداخل، حتى داكشي ديال المعده ما تيبقاش عندك، داكشي اللي كيكون في سميتو في المصرى الكبير ما تيبقاش عندك، ما تيبقى ولا طفيليات لا جراثيم ولا حتى شي حاجه. شفتوا اوراق الرنج شحال زوين وشحال فيه من الفائده؟ نتمنى اخواتي باش ديروا هاد النصائح اللي قلت لكم انا، وديما نطلق داك البخور ديال اوراق الرنج، اولا نديرو بحال هكايا في الماء ونخلي داك البخار يتشتت ليا في الدار ديالي كامله، نسد الشراجم ونديرو ونخلي داك الشيء يدور ليا في الدار ديالي كامله. هنا ما غتبقاو تحسوا لا بتوتر ولا حتى شي حاجه ان شاء الله بحول الله. نتمنى اخواتي نكون في سرت لكم اوراق الرند، وتعرفوا هل من كتليق وهي ما كتخطا حتى شي واحد، اوراق الرند ما كتخطا حتى شي واحد. صافي شتي راسك راكي مهمومه، راكي ما طايقاش راسك، راكي ما حتى شي حاجه، واخا نهز غير وحيده ونشعلها ونبقى نشم غير وحيده، نشعلها ونبقى نشم داك سميتو داك الدخان ديالها، وما غتبقى عندي حتى شي حاجه ان شاء الله بحول الله. انا غنحس براسي ترخيت، غنحس براسي صافي، راه ما بقى عندي لا ما يعني ما في الدماغ ديالي، راه ما غيبقى عندي لا هم ولا مشاكل ولا حتى شي حاجه باوراق الرمد ان شاء الله. المهم اخواتي كنتمنى نكون خفيفه على قلبكم، شكرا والى الملتقى ان شاء الله.